منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأعطي كل ذي حق حقه. ومن أعظم بل أعظم الحقوق على الإطلاق حق الله سبحانه وتعالى علينا الذي أوجبه الله تعالى علينا وعلى الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: معنى ليعبدون يعني ليوحدون. فهذا هو الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على الجن والإنس، وهو أعظم حق، وهو التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وما في إنسان عنده حق على ربنا يا جماعة، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده الموحدين أوجب على نفسه حقا للموحدين عليه، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وضد التوحيد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يقع فيه المشركون في صرف العبادات إلى غير الله عز وجل لغير الله عز وجل الدعاء، عبادة الدعاء. وقال ابن القيم: هي أعظم العبادات، الدعاء أعظم العبادات. ولذلك لبس إبليس على عباد القبور في باب الدعاء حتى جعلهم يدعون غير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الدعاء أعظم العبادات. فلبس إبليس على عباد القبور في عبادة الدعاء حتى جعلهم يصرفونها لغير الله جل وعلا. بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين، بناديهم جملة وفرادي، بنادي سيادي في الليل الهادي، بنادي سيادي. إن أبا خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، إلى آخره. شيطان لبس لهم في الدعاء لأنه دي أعظم عبادة. عشان كده دائما بتلقى هؤلاء أهل الطرق وعباد القبور تلقاهم ورطانين في دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وموضوع دعاء الأموات ودعاء الشيوخ والأولياء ده أحر موضوع على الجماعة دي. لما تتكلم فيه في مسجد وفي واحد مرضان قاعد، أكثر حاجة بيقوموا فيها الموضوع ده أحر موضوع. لذلك وجب التركيز عليه كثيرا، موضوع الدعاء ودعاء غير الله عز وجل ده لابد التركيز عليه شديد شديد جدا. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن رد عليهم في هذا الأمر دعاء غير الله في آيات كثيرة جدا،
لأنه ده من أهم المواضيع. فلذلك وجب على الداعية، وجب عليكم الموضوع ده يركزوا عليه شديد يا جماعة، باب الدعاء، دعاء غير الله، وإنه دعاء غير الله شرك، تأصلوا للناس. عشان كده هم أكثر نقطة جابوا فيها شبهات هذه المسألة، دعاء غير الله أكثر موضوع جابوا فيه شبهات. يقول لك عندنا حديث إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض انفلات ليس بها أنيس فليقول يا عباد الله احبسوه احبسوه احبسوه، ما في حديث زي ده، ما صحيح، ما صحيح. فلبسوا في هذا الأمر، في هذا الموضوع، وجابوا فيه شبهات التوسل. لما تقول لهم ما يجوز تدعو غير الله يقول لك يا مولانا التوسل، يبي لك الأدلة بتاع شنو؟ التوسل. ودعاء غير الله ده ما توسل، ده كفر، شرك بالله. تمام، عنده على التوسل لك موضوع براو، وده موضوع براو. فلخبة الموضوع ده لخبة شديدة، لأنه ده أخطر موضوع عند هؤلاء، أخطر موضوع. عشان كده لازم تأصل فيه تمام، وتعرف الرد على الشبهات الفيو، يعني مش ساكت تتكلم سايد دعاء غير لا شريك وتسكت، لابد الشبهات اللي هم بيلبسوا بها على الناس في هذا الموضوع تكون عارفة. لازم يا جماعة، لازم تحيط بها وتكون عارف. ربنا سبحانه وتعالى قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. ربنا قال بيدعوهم من دون الله ديل ولا شيء، ليسوا بشيء ولا حاجة ولا شيء ولا شيء. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء ولا شيء ذاته. خليه يقول لك ينفخك ويطير جنك ويسوي لك ويقطع نشف ريقك، الله قال لي ليسوا بشيء. اللي بيدعوهم ديل من دون الله ديل ولا شيء ولا شيء. قال تعالى ومن الناس ما يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. خسران المبين ده كيف؟ إنه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. ربنا سمى دعاء غير الله ودون الله وصفه بأنه ده ضلال شنو؟ بعيد. وهناك في النساء ربنا قال شنو؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن دعاء غير الله هو الضلال البعيد، والضلال البعيد هو شنو؟ الشرك بالله. إذن دعاء غير الله هو شنو يا جماعة؟ شرك. ما بزول يقول لك ما شرك. وهناك ربنا سمى دعاء غير الله شرك، قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه شرك. وربنا وصف الناس اللي بيدعوا دون الله كفار من الكافرين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من، لا الآية الأخرى، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. دل البدعو غير الله كفار، إذن دعاء غير الله كفر. وربنا قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن
من الظالمين، الظالمين يعني المشركين، لأن الشرك هو الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهناك ربنا في سورة الجن قال قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. إذن البدع الرب ده موحد ومأمور بذلك، نفذ الأمر. والبدع غير الله أشرك بالله أحدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فلازم الموضوع ده تحيط به تمام، تعرف الأدلة والنصوص من الكتاب والسنة، وتعرف الشبهات بتاعت التوسل اللي بيجيبها في الموضوع ده، توريهم أول شيء إنه ذاك توسل وذاك كفر، ده دعاء غير الله، ده براو، ده أول حاجة. ودي أقوى حاجة، أنت كده تكون قطعت عليهم 90% من الشبهات، ده ما براو وده براو تقول له. طيب تحيط بالشبهات اللي فيه والأحاديث الضعيفة اللي بيجيبوها يا عباد الله احبسوا وغيره وغيره، كلها تعرف ليه ضعيفة، ليه ضعيفة. وخدرت رجله الرجل عند ابن عباس فقال اذكر حب الناس إليه، قال محمد، قال فنشط بريئ كأنه نشط أو نشط من عقال، ضعيف باطل حديث موضوع ما صحيح. تعرف ليه؟ تعرف الكلام ده كله والشبهات دي كلها تحيط بها. من الحقوق أيضا حق الوالدين يا جماعة، ودائما ربنا سبحانه وتعالى يذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ده حق ربنا. وبالوالدين إحسانا، طوال جاءت بعد حق الله، بعد حق الله حق الوالدين. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، طوالي وبالوالدين إحسانا. قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وغير من النصوص في الكتاب والسنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال 3 مرات. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. إذن أيها الموضوع ده مهم جدا، ومن الأهمية والخطورة بما كان حق الوالدين. في ناس كتار الواحد تلقاه قد يكون ما يستغيث بغير الله وما يدعو غير الله وما على لابس الحجاب ويقول التوحيد، وقد يكون يخطب في الجمعة في الجامع وعنده دقين وأي حاجة، لكن تلقاه يعامل أبوه أو أمه معاملة سيئة. عقوق الوالدين من موجبات دخول النار، بدخلك النار الموضوع ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة أبدا. ده نص صحيح الجامع صح والألباني. 3 أو 3 لا يدخلون الجنة أبدا، أبدا قال هكذا النص موجود. أولهم قال العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء، النسوان المسترجلات المشبهات بالرجال، والديوث الذي يجد المنكر والفاحش في أهله فيرضى بذلك. والعاق لوالديه ده أول واحد، أول واحد لا يدخلون الجنة أبدا. فاتقوا الله أيها الإخوان الإخوة في الوالدين، لا بد تبره وتطيعه. يا أخ أبوك وأمك ديل لو كفروا بالله كفار عديل، ربنا بعد ما يكفروا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، بعد ما يكفر. وربنا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ده بعد ما يكفروا كفار، فما بالك إذا كانوا مسلمين. فلا بد أيها الإخوة الفضلاء ننتبه لموضوع الوالدين. الواحد ما يكون عامل شمطة مع أبوه وعامل مشكلة عجاجة رابط فوق، انتبه يا أخي للموضوع ده. وبعدين دعوة الوالدين والأسرة دائما دعوة بتكون ثقيلة زي الدريب، زي الحقنة بتاعت البنسلين، ما بيطعنوها توف طوالي صح، ثقيلة ثقيلة شوية. فدعوة الأسرة والوالدين بتكون ثقيلة وبتمشي دائما في الغالب
في فترة طويلة حتى يهتدوا، في الغالب ما طوالي، ودائما بتعتريها نوع من الكبرياء والأنفة، لأنه أبوك ده كان شايلك وأنت بولت فيه هسه قريب قبل كم سنة، صح ولا ما صح؟ وقلت لابس بامبرز، صحيح ولا ما صحيح؟ فيلا أبوك ده مذكر الحاجات دي كلها، ما ممكن أنت يا دوب عملت لك شعرتين، يا دوب دقنك ذاتها ما قامت تمام، يقول أبو أبوي تدرشوا ترشوا قدام الناس وقدام أعمامك وقدام إخوانه وقدام خيلانك وتنبزوا أو كذا، ما ممكن الكلام. شوية شوية توريه، يكون في خلوة بينك وبينه، بينك وبينه، وتدي مكانته إنه أبوك وإنه شاف الدنيا قبلك وعرف الإسلام قبليك، ها؟ وشنو وشنو لازم تدي مكانته وتعظمه، وبعدك تدي الحق بيقبله منك. لكن أنت تقول أسمع يا حاج وكذا، ما بيقبل منك كلام زي ده. فزول أبو دي يفهمه، يكون فاهم يا جماعة. كثير من الناس الواحد تلقاه استقام في الدعوة في جوانب، لكن تلقى في جانب الأسرة أو الوالدين مقصر تقصير كبير جدا في حق الوالدين، وعامل مشاكل مع أبوه وأمه، طاردينه من البيت، ها؟ أو مرات الشاكل معهم عديل ويعلي صوته يقول لك والله دي الدعوة، نزل ما بيقول الدعوة، أنت بليد ما عارف الدعوة، الدعوة ما كده. الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما قال شاكلهم، دين إذا كفار، ما بالك بمسلمين إذا كفار، قال وصاحبهما في الدنيا معروف. في أمور الدنيا عاملوا معاملة خير، جيب لي الإبريق، أمشي فور لي اللبن، جيبه خدته له جنب السرير، جيب له الشاي، جيب له الجبنة، عامله كويس، عصر له كرعينه، طقطق له ظهره، بعد لو قلت له ده صح بيقبل، ده غلط بيقبل. أنت شغال الله أنعم عليك بقروش بوظيفة، تعال أديه واربط له مرتب، كل مرة تعال أديه، كل مرة أديه، شوف بيقبل ولا ما بيقبل. أنا بتحداك عديد، أديه المال ده شفته؟ قال إنما سمي مال ليه؟ لأنه يميل بالرجال. إما للحق وإما للباطل، أدي قروش. واحد تلقاه جايبه ملان، تلقاه دكتور عديل، وأبوه تلقاه مفلس على الراهي ومشرط، ما يدي ولا ملينا، أقول له أخ ديل ما فيهم خير، ما قبلوا الدعوة، أنت ما أديته الخير. أديه، أديه حاجة شوف بعد ذاك الضحكات، شوف بيضحك ولا بيضحك. وريه بعد ذاك، قول له ده صح وده غلط وده حرام وده شرك وده بدعة وده سنة، بيقبل والله. والله بيقبل. المعاملة السمحة للوالدين طيبة يا جماعة. هو غير الوالد، المعاملة للناس ساية سمحة مدعاة لقبول الحق. قالوا زمان في واحد لما بدوا الدعوة زمان بيعامل الناس معاملة كويسة في المسجد وفي الحلة، ولو في حاجة بساهم دار يشتروا أباريك، دار يصلحوا الماسورة في الجامع يدفع. فيوم قام يتكلم في التوحيد، قاموا الصوفية قاموا عليه ودار يدقوه، فقام واحد من العوام ديل اللي هو بيحسن لهم وقف قدام زول ضخم يده قدر ده، قال لهم الراجل يصلوا، قال يا حاج فلان ده قال ما في أولياء، قال لهم ما في أنبياء ذات كده الراجل يصل، وده كفر طبعا. لكن شنو يعني المعاملة الطيبة بتخليك تجذب شنو؟ تجذب الناس. فالزول يعامل والدينه أبوه أمه معاملة شنو يا جماعة طيبة، عشان كده ربنا أشار المعاملة الطيبة دي، قال وصاحبهما في الدنيا معروف. الدنيا ده بعد ما قال كفر عديل أشركوا بالله، عشان كده قال في الدنيا، يعني في أمور شنو؟ الدنيا، لأنه أمور الدين أنت بتكون من جوا قلبك مبغض المشرك، حتى لو كان أبوك، حتى لو كان أمك، ما بتحبه. ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لكن في معاملة الدنيا تعاملوا معاملة شنو؟ صاحبهما في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروف. وربنا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يا أخي ارحمهم يا أخي. طيب دي مسألة. كذلك من الحقوق رقم ثلاثة حق الزوجة والأولاد. حق الزوجة والأولاد جاء في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في البخاري، لما كان يصوم النهار ويقوم الليل طوالي بس، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك،
صم ثلاثة أيام من كل شهر فذاك صيام الدهر. قال يا رسول الله إني شاب وإني أطيق أكثر من ذلك. قال له صم كذا وصم كذا، كل مرة يكتر له ويقول لي لا أنا شاب داير أكثر من كذا، وقال له قوم ونام وكذا. ففي النهاية قال له صم يوما وأفطر يوما، ذاك صيام نبي الله داود وهو أفضل الصيام يعني بعد الفريضة يعني. فإن لربك عليك حقا ولنفسك وفي ولفظ وبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فزوجاتنا عندهم علينا حق، وأولادنا عندهم علينا حق، بل حقوق، عندهم حقوق علينا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا واستوصوا بالنساء خيرا، وفي رواية اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعوان يعني الأسيرات يا جماعة، ومن ذاق طعم الأسر عرف معنى الحديث وعرف حق الزوجة. الأسير ده بيكون مزون ما بيقدر يطلع برا، أكله ما عليه كيف، نومه ما عليه كيف، ممكن يجي يصحوه نص الليل، علاجه ما عليه كيف، ممكن يمرض يموت ما يجيبوا له، ممكن يجيبوا له، كل شيء ما عليه كيف. كونه يطلع ذاته من المحل ده ما عليه كيف، صحيح ولا ما صحيح؟ هكذا المرأة هي أسيرة عندك، أسيرة جبتها وعقدت عليها مش الشرعي وجبتها البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بهن خيرا فإنهن عوان عندكم. قالوا معنى استوصوا بهن خيرا أي اقبلوا وصيتي فيهن، فأحسنوا إليهن في كسوتهن. والمعنى ده من الحديث نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام قال وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن ورزقهن ولباسهن. تحصل لها في الكسوة والرزق والطعام، قال الكسوة هي اللباس، ورزقهن وطعامهن تحصل لها، ما تكون أنت بتضرب في الجداد المشوي وكده وتجيب لها حاجات تانية الكمونية، فلا بد تحصل لها في طعامها وفي رزقها وفي كسوتها. في ناس لؤمة، واحد تلقاه ممكن تلقاه سلفي في الجملة لكن عنده أخطاء زي دي، ما يحصل لأولاد ولا لزوجة، تلقى زول لئيم وزول جلدة بخيل، في ولا ما في؟ فيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء، اتقوا الله، زول اتق الله سبحانه وتعالى. وربنا بيسألك منا يوم القيامة ويسألك من أولادك، إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع، ربنا بيسألك عنه. وحتى لو المرأة نشزت أو خفت أن تنشز عليك وتابت رجعت، ما يحق عليك تاني شنو؟ لا تعاقب تاني بأي نوع من أنواع العقاب. ربنا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضاجع ابن عباس قال أن يضجع معها في السرير ويوليها ظهره ولا يكلمها حتى تتوب، يعني يكون في السرير. شكرا ربنا قال واهجرهن وين؟ في المضاجع، ما برا، المضجع ذاته. ولذلك صح الألباني الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحق
الزوجة المرأة عليك، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. دي خمس حقوق. تطعيمها أنت بتاكل إلى أين تاكل، ما تكون هي جعانة، وأنت بتشتري مقاطع الجلاليب والعمم والشالات والسراويل لابد المرأة تشتري لها. تكسوها إذا شنو يا جماعة؟ اكتسيتها. قال ولا تقبح الوجه، ما تقول لها وشك ده قبيح، ولا تضرب في الوجه برضه، ولا تهجر إلا في البيت. إلا في البيت، هجرتها أنت تكون قاعد جوا البيت، مش هجرتها تمرق تمشي حتة ثانية. ولا قالت في المضاجع كمان، لكن يجوز تهجر برضه في البيت. طيب واضربوهن، والضرب يكون غير شنو يا جماعة؟ غير مبرح. مبرح، ربنا قال في ختام الآية وده الشاهد، قال فإن أطعنكم أي فلا تبغوا عليهن سبيلا، حرام أطاعتك ما تعاقب العقوبات ولا واحدة من ذلك. ليه؟ إن الله كان عليا كبيرا. ليه ربنا ختم الآيتين الآية دي بقوله تعالى عليا كبيرا؟ الإمام الشيخ السعدي رحمه الله قال لأنه إذا هي تابت ورجعت وإنت برضو درت عاقبة، ربنا ذكرك إنه أعلى منك وأكبر منك وأقوى منك بعاقبك. إن الله كان عليا كبيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والاستيصاء يعني الإحسان إليهم بجميع أنواع الإحسان التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الإحسان إلى المرأة ومن أعظم حقوقها عليك أن تعلمها دين الله سبحانه وتعالى، وتحذرها من معاصيه جل وعلا. ولذلك قال الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا بد أول شيء من حق الزوجة عليك ومن حق أولادك عليك أن تعلمهم الدين، وأهم شيء في الدين العقيدة والتوحيد، تعلمهم عدم الإشراك بالله عز وجل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وغاية ما في هذه الآيات أو الخلاصة في هذه الآيات أن لقمان الحكيم رضي الله عنه يعلم ولده ابنه، صحيح؟ فكان من حكمة لقمان العظيمة البالغة أنه علم ابنه. معناته الإنسان اللي بيعلم أولاده وزوجته وأبناؤه في البيت وبناته ده عنده حكمة، ده حكيم، لأنه ده ولدك وبيقبل منك أنت أكثر من أي زول. وكذلك الزوجة في الغالب دين على دين زوجة، بالذات لو علمه ما يحمله من المنهج. والمرأة في الغالب منهجها ودينها بيكون زي دين الراجلة في الحق وفي الباطل، بتميل له وبتاخذ منه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم زواج المسلمة من اليهود والنصارى من الرجال، صحيح؟ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأباح الله عز وجل زواج المرأة اليهودية والنصرانية من الرجل المسلم، أباح العكس، حرم العكس. ليه؟
لأن المرأة دينها على دين زوجها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى الرجل المسلم أباح له يتزوج اليهودية والنصرانية، لأنه في الغالب حتسلم تبقى زيه، دينه حيبقى زيه. وحرم الرجل النصراني واليهودي إنه يتزوج من المرأة المسلمة، لأنه في الغالب حتبقى زيه، يهودية ونصرانية. فطالما المرأة بتتأثر براجل أكثر يبقى تعلم الدين، علم المنهج الصحيح، ما تكون جاري برا وتعلم الناس وبرا مشهور وكده وجوه شغلة مقدودة. لا تعلمه الدين. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيتي، وكلكم راع ومسؤول عن رعيتي. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيتي. وسبحان الله حديث كلكم راع ومسؤول صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمر، مش كده؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. انت عارف عبد الله بن عمر حكى الحديث ده ليه في صحيح مسلم؟ قال راع ابن عمر راعي غنم يريد ان يدخلها في مرعى خبيث وبجانب المرعى مرعى حسن، في مرعى جميل بجاي بفيد الغنم دي. الراعي شايف المرعى ده قام دخلها في الكعب في الثاني، ما دخلها في الكويس. قال ابن عمر: يا راعي الغنم ويحك، اتق الله، ادخلها بالمرعى الحسن، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال: الله بيسالك من الغنم، فاذا كان ربنا بيسال من الغنم ما يسالك من اولادك وزوجتك كيف؟ علمتهم الدين ولا ما علمتهم الدين؟ وشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم زوجات امهات المؤمنين الدين، لحد ما صرنا يرجع اليهن. الصحابه يرجعوا لهم في الفتوى وفي الاحاديث، صحيح ولا ما صحيح؟ حديث البخاري كان ابن عمر رضي الله عنهما يتبع الجنازه من بيتها حتى يصلى عليها ولا ينتظر الدفن ثم يرجع. فقيل له: إن أبا هريرة حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها ثم رجع وصلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر، والقيراط مثل أحد. ومن تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها وتدفن رجع بقيراطين من الأجر، والقيراط مثل أحد. الأكثر ياتوا اللي بيصلي وشنو؟ وينتظر الدفن يدفن. وابن عمر كان بيصلي بس شنو؟ بيرجع، ما كان بينتظر الدفن. وابن عمر كان في يده بحصاص يعني بيحركه كده بس. واحيانا الانسان يكون قاعد بيهبش الواطه ويحرك، ما فيها مشكله، امر مباح يعني. فقال: لقد اكثر علينا ابو هريره، ارسلوا لعائشه. رسل لعائشة، شوف رسل لمن يا جماعة؟ لعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها. وفي علم ابن عمر أنها تعلم الأحاديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده رسل لها. قالت: نعم، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمى الحصحاص وقال: لقد فرطنا في قراريطة كثيرة. فالشاهد رسل لمن يا جماعة؟ لعائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمها ويعلم زوجاته وأبناءه وبناته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين. فلازم يكون عندك نصيب تعلم ناس بيتك، لازم، ولو قراءة في الكتب، بالذات كتب العقيدة، بالذات بعد ذاك باقي الشريعة، باقي العبادات، الصلاة، الصيام، غيرها، لكن تبدأ بالعقيدة. ربنا قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. حكمة لقمان لما بدأ يعلم، علم منو؟ الناس البرة ولا الناس البيت؟ لابنه هو يعظه: يا بني، علم منو؟ ناس البيت، ولده أول حاجة، دي الحكمة ذات. ولما علم ولده، علم أول حاجة قبل ما يقول: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، قبل ما يعلم الصلاة أول حاجة علمه شنو فوق؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الحكمة إنك تبدأ ناس بيتك أول حاجة،
زي إبراهيم عليه السلام. قال لأبوه شنو؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أول شيء بدأ بأبوه ابن كثير قال. بعد ذاك أبوه رفض طلع برا كلم الباقين. فأول شيء وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي تعليمك لهم أول شيء تبدأ بشنو؟ لا تشرك بالله يا بني، لا تشرك بالله بالعقيدة. ومع أنه بني تصغير، ولا تصغير ابنه كان صغير، وكل مولود يولد على شنو؟ الفطرة، على التوحيد. بعد ذاك يهوداني ومجسانه ونصراني، فولده صغير على الفطرة، على التوحيد والإسلام الصحيح. بعد ذاك قال له لا تشرك بالله. يبقى الموحد لابد يعلم التوحيد، والموحد لابد ينهى عن الشرك، والزول الما مشرك وما وقع في الشرك لابد ويجب إنه نقول له ما تشرك، يجب. فحقهم عليكم إنه تعلمهم الدين، العقيدة، التوحيد، وتناهم عن الشرك. حتى لو ما بتقدر تتكلم لغة عربية، يعني ما شرط تقول للمرأة إنه وأنا وإنا وكذا، لا. أنت إذا ما بتعرف قول لها تعالي يا مرأة اقعد، كيف أنت كويسة هاي؟ حالتك تمام هاي؟ ما تشرك بها الله، الفقيه ما تمشي به، شايف الفقيه ذاك الأهبل ذاك ما تمشي له، مجرم مجرم، وكلمه عديل. وذاك والحجاب شرك والرياء، الدعاء القبر كفر، بوديك جهنم بتخش ثاني ما بتطلع، كلمه زي ده بس كده، بس زي ده كده، الموضوع انتهى. فبسط لها المعلومه، اعلم واعرف كيف تبسط المعلومه. ودائما الابناء بيميلوا للقصص، اعلمهم مرات ومرات اديهم قصص فيها شنو يا جماعه؟ فيها العقيده. اقول لهم تعالوا احكي لكم قصه لقمان الحكيم. ايوه يا بابا تعال علمنا، اقعد احكي لنا القصه عليك الله، تحكيها لهم وتقف لهم في محل التوحيد والشرك ده، تقيف تمام وبعد ذاك تمشي. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم الاطفال العقيده. يا غلام اني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعين بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت، صحيح ولا ما صحيح؟ علموا العقيده لغلام صغير ابن عباس رضي الله عنهما. بعد ذاك علمهم باقي أركان الإسلام، الصلاة صلوها صحيح، صلي قدامه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ركب المنبر، حديث صحيح الألباني، وصلى للصحابة فوق المنبر، قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. بعد ما صلى لهم فوق المنبر ركع وسجد ورفع انتهى، قال لهم إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، أو لتعلموا صلاتي. فوق في المنبر صلى لهم في الخطبة، وصحابة بعين يركع ويسجد ويسبح، يعلمهم تعليم عملي. ويوم من الأيام دعا بتور زي طشت فيه موية، وتوضى قدام النبي صلى الله عليه وسلم، توضى 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 قدامهم بالعمل. وعثمان بن عفان جاء في عهده برضو دعا بتور وتوضى قدامهم، قال لهم هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. برضو عملهم بيان بالعمل، تعلمهم الصلاة بالكلام والبيان بالعمل، تعلمهم الوضوء، تعلمهم الحج، تعلمهم الزكاة، تعلمهم الصيام، أركان الإسلام، أول التوحيد. تعلمهم زوجتك وأبنائك والأمر يمشي. كذلك من حق الزوجة عليك أن تصبر على أذاها وأن تنصحها في معاصيها. تنكر على المعصية، تقول هذا حرام اتقي الله وكذا وكذا، لكن تصبر على الأشياء التي جبلت عليها المرأة ولو آذتك، زي الغيرة بتاعت النساء. إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام غارت، ف الصحن دفقته في الأرض، اتكسر الصحن، صحيح ولا ما صحيح؟ لما جاء من زوجة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن معه لقد غارت أمكم فكلوا، موضوع انتهى. فتعزيرة في الغيرة، إلا أن تذهب بها الغيرة إلى أمر منكر أو محرم، هنا تقول لها شنو؟ ده حرام اتقي الله، اغتابت أحد، تكلمت فيها أحد، هنا بتقول لها ده حرام حتى لو كان بسبب الغيره. لكن غير كده لو غارت تعذرها، طالما ما وقعت في حرام تعذرها.
حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الأثر المروي قال الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله، مش حيطة، وادي. ممكن الحلة تكون دي كلها يكون في بطن وادي جوا تعب. شو الوادي ده كبير كيف؟ المرأة لما تغير قال ما بتشوف أعلى الوادي من أسفل، ما بتشوفه ذاته. فأنت تكون فاهم إنه المرأة ما زيك، عندها غيرة وغيرة شديدة، بالذات إذا أنت كنت زول بتاع تهبش وتقول لا أنا دار أدبل. وفي ناس ذات عندهم تصرفات عجيبة، خلاص يا أخي أنت دار تدبل دبل غادي. أتريد أن تميتها موتات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ داك بيسنن السكينة جنب الخروف، جنب البهيمة، قال لا تريد أن تميتها موتات أو ميتات كثيرة تسنن جنبها وتوريها السكين تلمع وتطبحها؟ لا أطبح أنت، بس أنت تدبل يا مش دبل، ما تعمل جوطة وغلبة ساكن وطالع الصباح والله يا زوجتي شايف شعري ده كويس أنا دار أدبل والحلة ما نضت أنا حدبل، ما كده هي، ما رجالة. فما تعمل لها زنة، المرأة تجننة في راسها. أفهموا الكلام ده يا جماعة، في ناس كتار زي ده، واحد الشيطان يغش ويقول لك لا دايرتي تعود، تعود على الدبل؟ إلا كما مرة، في مرة تتعود على الدبل؟ الشيخ النجمي قال لها واحدة، وكذلك برضه الشيخ الفوزان سويل نفس السؤال، قال لها واحدة قالت لراجل اللي تتزوج فوقي وودته حق البتاع والعرس وغيره ودار تختار له، قال أين هذه؟ أين هي؟ قال موجودة الآن؟ يعني موجودة في الدنيا مرة زي دي؟ استغربوا العلماء والشيوخ. فانت افهم، النساء ديل خلقا من ضلع، من اعوج شيء في الضلع الفوق، يروى انه الاقصر الايسر الاعلى اكثر واحد معوج. قال النبي عليه الصلاه والسلام في روايه قال فان ذهبت تقيمه دار تبقي عديل كده كسرته، وكسرها طلاقها. وفي روايه قال لن تستقيم لك على طريقه، اصل المرض قال لك مستحيل تبقى عديل كده، مستحيل، لأنه الله خلق كده. أنت ما تبقى زول عجيب دار تبقيها شنو؟ عديل، عديل كده. قال بقى عديل بتكسرها طق، وكسرها شنو يا جماعة؟ طلاقها. والطلاق بدون سبب مكروه. زول ما يبقى يا عمك الدجال ذاك يأصل لهم، قال تأخذ أربعة وتفيك أربعة وتجيب أربعة وأربعة في أربعة، ده كله باطل، كله باطل. وهل برضى ببيته؟ أترضاه لابنتك؟ ما يرضاه ولا يجعر الليل كله، ما يرضاه. ده كلام باطل، معلمه للصعاليك حقينه، واحد يعرس واحدة بالليل الصباح يجيبها يسلمها. في حصل ولا ما حصل؟ حصل كثير، يسوقها بالليل الصباح يجي يسلمها. تل دي الناس عجيبين يا أخي، والكلام ده ما يرضوا لا لأخواتهم لا لبناتهم، ما يرضوا. والله ممكن يفتح فيك قضية ولا يضرب بسكين لو عملت كده في بيته أو في أخته، لكن ناس مجرمين لعبوا بأعراض المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أحدكم طلقت وراجعت طلقت وراجعت، أيلعب بحدود الله وأنا بين أظهركم؟ رواه ابن ماجة. ما يلعب بالطلاق حد من حدود الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعرف طبيعة النساء وطبيعة الأبناء. الأبناء ذيل بيكونوا بتاع اللعب ومرات بتاع شغب، أزول يقدر يسايسهم وأحيانا يشد عليهم إذا احتاج الأمر للشدة، أحيانا لو احتاج إلى الضرب يضرب ضرب غير مبرح، سواء كان للأبناء سواء كان للزوجة، لكن إذا احتاج الأمر ما يبقى ديدنك الضرب، ولا يبقى ديدنك إنك تشوف الغلط وتسكت. لا، الأمر الذي يحتاج إلى لين تلين، والذي يحتاج إلى شدة شنو يا جماعة؟ تشد. وتلك هي الحكمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. بالنسبة للحديث اللي ذكرته رواه ابن الشيخ الألباني الجامع، صوت مسموع مش كده؟ أيوه. ثلاثة لا يدخل الجنة أبدا، فدارين بس توجيه الحديث ده مع منهج أهل السنة والجماعة إنه أصحاب الكبائر ما بيخلدوا في النار، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ده السؤال الأول. السؤال الثاني مسألة ربنا سبحانه وتعالى أباح الزواج من النصرانية واليهودية، فدارين برضو توجيه للكلام ده مع قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. أيوه.
ولا تنكح ولا أيوة. ولا تنكح ولا تنكح اي نعم ولا تنكح المشركين ايوه المشركين نعم ولا تنكح المشركين نعم. السؤال الأول: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، مستقر عند أهل السنة والجماعة إنه لا يخلد في النار إلا شنو يا جماعة؟ المشرك. فمثل هذه الأحاديث كلها تحمل على إما طول المكس، طول المكس في النار، وطول المقام بعيدا عن الجنة يعني في النار. ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، يعني بيقعدوا طويل يعني في النار ويطولوا من دخول الجنة، لكن في النهاية إن كانوا موحدين يدخلون الجنة. قالوا أو تحمل على لا يدخلون الجنة من أول وهلة، لا يدخلون الجنة من أول شنو؟ وهلة، يعني بيعذبوا في النار لكن بعد ذاك بيدخلوا شنو؟ الجنة. فلا يدخلون الجنة أبدا يعني من أول الأمر. نعم، وده مستقر عند أهل السنة والجماعة بهذه المعاني، لأنه لا يخلد في النار إلا شنو يا جماعة؟ المشرك. ما هو الدليل؟ لا لا أصرح من كده. أيوة لا 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 ما دي قالوها. أيوة أيوة إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الشيخ الفوزان قال ده الدليل على إن المشرك مخلد في النار. حرم عليه الجنة معناته وين؟ في النار. وحرم عليه الجنة قال معناته منع، حرم يعني منع، ربنا منع إنه يدخل الجنة، معناته ما يدخل. فهو وين يا جماعة؟ في النار خالدا مخلدا فيها، ولا يدخل الجنة لأنه حرام عليه. نعم. السؤال الثاني شنو؟ أيوة، يجوز للمسلم يتزوج من الكتابية اليهودية أو النصرانية، لكن بشروط. مما أذكره الآن إنه تكون محصنة، ما تكون فاجرة فاسقة ولا متخذة أخدان، خلاص؟ ما تكون يعني عندها أصدقاء وفاجرة وزانية وكده يعني. توجيه الآية ذي الباقي المشركين، غير شنو؟ غير أهل الكتاب. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ده الأصل. كل المشركات والكافرات ما يجوز الزواج منهم، خلاص. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ده استثنى من شنو؟ من الأصل، يعني إلا شنو يا جماعة؟ أهل الكتاب، وإن كانوا كفار أهل الكتاب، لكن يجوز الزواج منهم. كذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا إن نأكل شنو يا جماعة؟ طعام الكفار، وده الأصل، صحيح ولا ما صحيح؟ والطعام المقصود هنا الذبيحة كما قال ابن عباس، لأنه الترمس والكبكبي وغيره ده ما حرام حتى لو عملوا كافر، صحيح؟ لكن المقصود الذبيحة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام هنا يعني الذبيحة، ابن عباس قال كده، لأنه دي هي فيها الكلام فيها الإشكال. فأكل الكفار حرام، ده الأصل، إلا شنو؟ الذين أوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى. أيوة. أحد الإخوة سألني سؤالا، قال أن في بعض الدول الغربية، قال إن أقصد نعم، قال في بعض الدول الغربية نعم، لأنه إن، لأنه بعد القول بتكسر بتكون إن، بعد العلم بتكون أن. نعم. بعض الدول الغربية مثلا إذا الرجل منهم أصابه مرض العظام، نعم، عجز منه عن الصبر عنه، يعني لا قدر يصبر على المرض، و يعني وأن موته قد طال، يعني تأخر الموت عنه على الظن يعني. نعم. يعني فيلجؤون إلى طريقة تسمى بطريقة الموت الرحيم. موت رحيم؟ ربنا قال فأصابتكم مصيبة الموت. نعم. الموت الرحيم هو ما بيقتل نفسه. نعم. لكن شنو يمشي للدكتور أو الطبيب المتخصص في المسألة دي، يقوم يعني كأنه يقوم يدخل فيه أنبوبة وكده، يقوم يصفي دمه، يطلع دمه برا،
او باي طريقه اخرى او بالكهرباء وكذا يقوم يعني يقتل نفسه بيطلع عن طريق زولتان زي يقتل زولتان. وجابوا طريقه ثانيه قالوا مثلا كان قبل يقتلوه يقوموا شنو يدخلوه في غرفه يقوم يعملوا له تجميد يجمدوه لغايه ما يكتشفوا له علاج بعد ذاك يزيح من التجميد. هذا كله باطل يا جماعه، ده قتل للنفس التي حرم الله الا بالحق، فده باطل، وده قتل للنفس المعصومه ما يجوز. والانسان يصبر على المرض، والمرض له خير، الانسان ما يتمنى الابتلاء ولا يتمنى المرض، لكن اذا جاك هو له خير. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه وما عليه خطيئه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويصبر، ربما ربنا سبحانه وتعالى يشفيك في يوم من الأيام، وإذا مرضت فهو يشفين. والإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية، ربنا يستجيب يشفيه، ما يلجأ لهؤلاء. أيوة قال صحة مقولة التبديع خاص بالعلماء وإنه طالب العلم ما يجوز له يبدي، ردوا على العلماء. العلماء قالوا طالب العلم إذا كان متمكن في أبواب التبديع ممكن يبدع، ما في إشكال. والغريب اللي بيقولوا الحاجات دي كلامهم ده ما قالوا العلماء ذاته وما عندهم عليه دليل. نمرة ثلاثة هم بيفتوا الفتوى دي وهم ما علماء ولا طلاب علم، الناس مشجعين، رابطة مشجعي جماعتي كذا كذا، أو رابطة مشجعي جمعيتي كذا كذا، ما في حاجة، لا طلاب علم لا علماء، ناس ساكت ساكت بس، تلقى شغال في جماعة أو شغال في مركز عام أو شغال في منظمة بس، ده موضوعه كله، ده كل الموضوع، ما الدين بدلة صرفوها له لونة بيجية، ده رفت في الدين، ما عنده أي حاجة. طيب أنت ده ما طالب علم بتفتي ليه؟ فتوى دي ما حقت العلماء، تفتي تقول هذا لا يجوز له ان يبدع الا انه، دي ما فتوى، هي دي ما فتوى، فتوى ولا ما فتوى؟ انت تفتي ليه؟ اساله ولا انت تفتي ليه؟ تفتي ليه؟ ده سؤال، انت ما يجوز لك تفتي. ده نمره ثلاثه. نمره اربعه، الناس اللي بيقولوا الكلام ده ذاتهم بيبدعونا، هو ذاته تلقى بيبدعنا، تقول له يا جماعه دل كيف؟ يقول لك لا دل تكفيرين، احنا ما تكفيرين خالص، بل بفضل الله عز وجل نحن قاعد نحارب التكفيرين. وانت قلتها وانت ما قاعد تحاريهم، بل التكفيرين جواك ذاته، منك جواكم، صح ولا ما صح؟ كلهم بيسافروا داعش منكم ذاتهم. فناس يعني قوم بوت كما قال عبد الله بن سلام، قال يا رسول الله ان اليهود قوم بوت، فاذا علموا باسلامي قالوا في ما ليس فيه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له أرى إنه تناديهم تكلمهم بإسلامي، قال له علمه هيكذبوا فيني، قال كلمه إنه أسلمت أو مش تكلمه أسلمت، قال خدتني ورا حائط وجيبهم وقول لهم كذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم جابهم وخدت عبد الله بن سلام ورا الحائط، فقال لليهود ما تعدون ابن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا. قال كيف لو أسلم؟ قام نبذوا، قالوا ما عارف جاهلنا وكذا وكذا، نبذوا مرة واحدة. فالناس زي الناس كده، يعني لما كنا معاهم قالوا والله ديل ما شاء الله ديل دعاة وديل قادة الطلاب عندنا طلاب العلم، هم زادهم قالوا كده، طلعنا قالوا لا لا ديل جهل تعلم وين. قال يا ناس انتم ما كنتم معانا، كنتم بتمدحوا فينا. فناس قوم بوت والله. والحزبيه تعمي وتصم، الحزبي وبالذات اذا عنده مرتب، ده كمان ما بشوف مره واحده، مره واحده ما بشوف، بالذات اذا عنده، شفت القروش دي؟ دي مشكله كبيره جدا. نعم. قلت له ما الدليل على ذلك؟ قال لي قال الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولا نزلت يا طالب ولا خاضع الله انك لا تهدي من احببت هدايته.
مش من أحببت حبيته، لأنه علي بن أبي طالب لما مات أبو طالب ده ذاته قال: يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد توفي، فمن يواري؟ قال: اذهب فواري ولا تحدث شيئا. ولا ما شبعه ذاته دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر علي بن أبي طالب إنه عمه شيخ ضال يحبه كيف. دي واحد. اثنين، ما يجوز تحب المشركين. ربنا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا كان فعلا هو موحد ويؤمن بالله واليوم الآخر، ما يمكن أصلا تلقاه يؤمن بالله واليوم الآخر يواد، يعني يحب. المودة هي الحب، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لو أبوه وهو موحد صحيح صحيح يؤمن بالله واليوم الآخر، ما حتلقى يحب أبوه ذاته إذا كان أبوه مشرك، لكن ممكن يصاحبه في الدنيا في أمور الدنيا معروفة. فكيف يكون الكلام؟ نعم، عم نور هناك. صفات الداعية، أول حاجة لا يجوز له أن يدعو حتى يتعلم ما يدعو إليه، وده فيه رد على الجماعة بتاعنا العفش دل ما بيتعلموا ولا يعلموك، وإن شافوك قاعد تتعلم بمرقوك. قالوا ليه؟ قالوا لأنه العلم ده ما يوص حرام يا حلال. قالوا حرام حلال دي الكديسة عارفينها. شو الكدايس زيل عليك كيف؟ قالوا لو اديتها لحمة الكديسة بتاكل جنبك، لو سرقتها بتجري تاكلها بعيد. في الاول قال جنبك، قالوا لانه اديته له حلال، والثاني جرت لانه سرقته لانه حرام. فالكديس عرف حلال حرام، ما بجوز انت تقعد ساكت تتعلم تضيع زمنك. اخرج الى بلال، مسجد بلال. همهم كله انه اي زول يخرج. عندنا واحد مهندس هناك، انا كنت ساكن زمان في حته، ده بطلع النسوان في سبيل الله. والله يا جماعه ده اغرب زول. اخرجا في سبيل الله تخرج روحك يا مجرم. نسوان شيلنا البغج يمرغا النسوان بعرف انا قاعد لسه قاعد عامل قال درس نسوان وما بعلمه ايش، بس تخرجا 40 يوم ما موضوع طويل. في واحد هناك من الشماليه جاب يطنقله من الجماعه دي، وطبعا لو اي خلاص وعندهم الخروج ده قبل الصلاه قبل اي، بس تخرج اروح. كل الناس سايقين وماشيين، حتى عندهم قناه في اليوتيوب الشعار بتاع القناه ناس شايلين بوقج ماشيين في الصلاه. والله العظيم جد عاملين رد علي في القناه ذات، انا خشيت لقيت شعار لنا جماعه شايلين بوقج ماشيين فوق الصلاه. ده ما يظن كلها يا واحدين بلدكم هناك، لقى عمامه الكبار في الجامع قال لهم المخرج معانا 6 شهور. طيب اي زر بعد 3 شهور ما في حاجه، 40 يوم، اسبوع، الخميس ما في حاجه، بنيه ما في زر بعد. قال لهم السنه الجايه بيطلع معانا منو؟ في 3 انفار ربع عندهم. قام طلع كراس من جيبه، شو زر محتال كيف؟ شايل كراس من جيبه، طلع القلم كتبه حاج فلان حاج فلان حاج فلان. الجماعة قالوا لنا طبعا بينسى، جاهم السنة الجاية في نفس الموعد. قالوا نخرج معانا كده منو 6 شهور 3 يوم ما في حاجة، بنية ما في. قال لهم في 3 هنا، قالوا طلع الكراس كراس. فالناس اللي عندهم الخروج ده قبل الشهادتين، قبل التوحيد، والله العظيم جد قبل الصلاة قبل الزكاة قبل الصيام قبل، بس تخرج. الغاية العظمى عندهم من خلق الجن والانس انك تخرج. اروح كاكم اروح طوالي ويمشوا كداري كثير، اوعك تتورط من معاهم. واحد سوداني ضربه فلسه، جو جماعه من الجماعه ديل، بعدين جو اظن من الشام كده، شافوا مليك ناس عيونهم خضر، قال الجماعه ديل عندهم دولارات معناته، وهو مفلس عينه طالع. قام شال بوجته ولحقهم، مشوا كم كيلو كداري والعربات ماشيه وماشيين كداري، كوشك الزول ده خلاص تعب ولسانه مرق برا،
قام شال شنطته قال ايوه السلام عليكم تخرج فات. فناس مهاويس النازل والله مهاويس. ايوه باقي سؤال شنو كان؟ فالداعي اول شيء يتعلم ما يبقى زي ذيل خلاص، ويتعلم ما يدعو اليه. وفيها رد على الصحافه تعني السودان ديك، انه شنو؟ انه يقول لك ما تتكلم في حلقه الا تبقى عالم رباني او يزكيك عالم. صحيح؟ ده كلام فارغ وكلام باطل. صح يا زول بقى عالم وكذا ده المطلوب طبعا، لكن من صفات الداعي ان يكون عالما بما يدعو اليه، بما يدعو اليه. لو تعمل نصيحه يا حديث احفظ الله يحفظك، لابد تكون عالم بالحديث ده، صحته وتخريجه ومعناه الصحيح كما قال السلف الصالح. لا تريد تقول كتاب وسنه بفهم السلف. كذلك أن يكون رحيماً ورفيقاً بما بالذين يدعوهم وبما يدعو إليه، يعني يكلمهم برحمة وبشفقة ويفهمهم بما يعلمون وبلسانهم يكلمهم بالكلام. وكذلك أن يطبق ما يقوله بفعله، ما يقول كلام ربنا قال لما تقولون ما لا تفعلون، وغيره من الصفات، صفات كثيرة. يكون حسن الأخلاق وحسن السيرة إلى آخره. تفضل يا شيخ. الهجر الكلام فيه يعني قد يطول في هذا المجلس، لكن من أهم الأشياء والضوابط، ودائما دي بيحصل فيها إشكال وعدم فهم بين الناس وبين بعض الإخوة، إنه الهجر أحيانا أنت تهجر إنسانا لينتفع ويهتدي، فيكون الغرض إصلاحه، ما الغرض الانتقام منه. الغرض شنو يا جماعة؟ الإصلاح وليس الانتقام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما هجر الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هجرهم الثلاثة لمصلحته. قال من يسلم عليه يقبل منهم كده عليه الصلاة والسلام، ويرد السلام في نفسه لأنه رد السلام واجب، لكن كان حريصا عليه على مصلحته. فالإنسان يكون حريص، لكن أحيانا أنت تهجر زول لو هجرته يقول لك يا أخي في 60 يضل زيادة، فهل ده من المصلحة أنه يهجر؟ إلا أن يكون صاحب شر وفتنة، فده بتهجره عشان تتقي شره. يقول أصلا في قربك ليه بس مضرة، بس للدين ومضرة ليك، فده تهجره اتقاء شره. لكن في زول بتهجره طمعا في هدايته، وده الزول دائما أنت معظم عنده، واللي بيتأثر بيك إذا هجرته وبيجيك جاري يقول لك أخ ورينا غلطي هسه برجع بتوب. ده من الحكمة انك تهجر. لكن الهجر يا جماعة ما انتقام. واحد يوم ضرب لجماعة الحلبجية، ضرب له تليفون وناقش نقاش علمي، ده قال له انت مهجور بس كده، شغل بتاع ركوب راس، ده ما صحيح ولا عنده علاقة بالدين ذاته. فأزول يهجر دينا وديانة. وفي تفصيل كثير ذكره الشيخ الألباني وذكر الشيخ العثيمين وغيره، ارجعوا له ان شاء الله. معدي هذه النصيحه بس لبعض الناس اخوان جزاهم الله خير، يعني المبتدئين في الحلقات وكذا بيتطرقوا لمسائل صفات العلو والاستواء وصفه اليد وكذا، وهم لسه ما تمكنوا من الاشياء هذه واداب المبتدئين، فنصيحه عامه لنا كلنا. احنا قلنا من صفات الداعي انه يكون عالم بما يدعو اليه. فدار تتكلم في حلقة في مسجد في غيره، لابد المعلومة دار توصلها للناس انت تكون شنو؟ عالم بها، عندك على الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة صحيحة بفهم السلف الصالح. لكن انت ما عندك علم في شيء ما تتكلم به، ولا في حلقة لا في جامع، تتعلم أول شيء بعدك تتكلم للناس، وبالذات في مسائل بتكون حولها شبهات وتحتاج إلى مزيد علم و
تحتاج إلى رسوخ، الإنسان ما يتكلم فيها إلا إذا كان ضابطها ويعلمها. فالإنسان ما يستعجل يا جماعة، يقول له راح يتكلم طوال يشمر ويخش، أو اللي بعمته يخش ويدخل في مواضيع صعبة عليه وقد تكون فيها شبهات زي مسائل الصفات وغيرها، ما يتكلم فيها إلا الإنسان العالم بها. لازم يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى حرم ذلك، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وربنا قال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. زول بيفتري الكذب على الله وفي دين الله سبحانه وتعالى أو على النبي عليه الصلاة والسلام لا يفلح، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة ما يفلح. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، يخاف أن يتكلم في دين الله بما لا يعلم. وإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، كما قال جابر بن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه عن أبي